تعلي أساليب الصبغ، التصفيف، لا في تؤدي إلى لا بالفعل هذه اليوم في المشكلة؟ تطور حتى بأنواع الصبغة، مش حيالله صبغة عم تصبغي فيها. ما في صبغة بتعمل تساقط، إذا عرفتي كيف استعملتيها وحطيتيها بالشكل الصح. وبخصوص الشامبو كمان، ما عم بقلك الطريقة الصح والتوعية كيف تستعمليهم للشامبو والماسك، هي شغلة مهمة. بس كمان البرودكت بده يكون مهم، يعني كلهم بيقولوا بيروحوا للأشياء الطبيعية، الأشياء الطبيعية مش فاتة على اللابوراتوار، كلهم على بيفكروا المختبرات. نعم بس لازم تفوت على اللابوراتوار، لأن بالمختبر في دراسة لأي طبقة بتفوت هيدي البرودكت على الجلدة. بخصوص الزيوت، كل الناس بتقول هي بنحط زيت بننقع شعرنا فيه، الطريقة هي جدا خطأ. مش المفروض يحطوا أي زيت على شعرهم، أما يخلطوا كمية زيت. في زيت مركز وهي مش بتبقى زيت، بيبقى حتى حجمه صغير. وكمان بده يكون بحرارة معينة يوضع على الشعر، مش دغري، لا بتعمل مثل بتعمل شوك للسلول، يعني بتعمل بتنقز اختلاطات او تعمل صدمة صح للشعر. يعني. في كتير اشياء بدها شوي تأني، واذا الواحد بده يفوت على التريتمنت مثل ما قال العناية. نعم. الدكتور لازم ينسأل الشخص الأسئلة اللي لازم ينسأل تا يعرف كيف بده يبلش باهتمام التساقط. وإذا التساقط الشعر وقف فترة 6 جلسات، يعني التريتمنت هو العلاج أكيد مية مناسب. بالمية